بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة أيها الأخوات، يسعدني أن أعلن عليكم اليوم وعلى من هم خارج التلفزيون من خلالكم أسماء المبدعين من الشعراء والنقاد الفائزين بجائزة عبد العزيز عود الباطن الثقافية للإبداع الشعري بعد أن انتهت اللجان التحكيم الفنية المتخصصة رفيعة المستوى من إنجاز أعمالها، فحص النصوص الشعرية والنقدية المتقدمة للجائزة والمفاضلة بينها بكل نزاهة كالعادة ورقة التي التزمت بها الجائزة منذ انطلاقها سنة 1989. وقد تلقت الجائزة في هذه الدورة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء الوطن العربي، بلغ عددها 826 مشاركة في فروع الجائزة الخمسة. وجاءت نتائج التحكيم التي اعتمدناها واعتمدها مجلس الأمناء على النحو الآتي: جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر وقيمتها 40,000 دولار أمريكي، وفاز بها الناقد الأستاذ مصطفى رجوان من المغرب عن كتابه الشعرية وانسجام الخطاب، مناصفة مع الناقد الدكتور أحمد درويش من مصر عن كتابه استقبال الشعر. جائزة أفضل ديوان شعر وقيمتها 20,000 دولار أمريكي، وفازت بها الشاعرة روضة الحاج من السودان، وكانت وزيرة الثقافة، عن ديوانها إذا هما مطر الكلام. جائزة أفضل قصيدة وقيمتها 10,000 دولار، وفاز بها الشاعر عبد الله أمين بوشميس من الأردن عن قصيدته رحيل. جائزة أفضل ديوان للشباب وقيمتها 10,000 دولار أمريكي، وفازت بها الشاعرة آلاء القطراوي من فلسطين عن ديوانها ساقية تحاول الغناء. جائزة أفضل قصيدة للشباب وقيمتها 5,000 دولار أمريكي، وفاز بها الشاعر زاهر حبيب من اليمن عن قصيدته قبضه من أثر الذهول. أما الجائزة التكريمية للإبداع في مجال الشعر وقيمتها 50,000 دولار أمريكي، وهي جائزة تكريمية لا تخضع للتحكيم بل لآلية خاصة يضعها ويشرف على تنفيذها رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وتمنح لواحد من الشعراء الذين أسهموا بإبداعهم في إثراء حركة الشعر العربي من خلال عطاء شعري متميز ومميز. فقد فاز بها هذا العام الشاعر العربي الكبير الدكتور عبد العزيز خوجة من المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة شاعر ودبلوماسي وأكاديمي وسفير ووزير سعودي من مواليد 1942، تخرج في جامعة الرياض ونال درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة برمنغهام بإنجلترا سنة 1970، وعمل سفيرا للمملكة العربية السعودية في عدة دول عربية وغربية، وعين وزيرا للثقافة والإعلام بالمملكة لمدة 5 سنوات حتى إعفائه من منصبه بناء على طلبه في سنة 2014، ثم عين بعد ذلك في سنة 2016 سفيرا للمملكة العربية السعودية
في المملكة المغربية بمرتبة وزير، وأصدر الشاعر الدكتور خوجة 10 دواوين شعرية، وله أيضا 100 قصيدة للقمر، ثم أيضا رحلة البدء والمنتهى، وصدرت عن شعره العديد من الدراسات النقدية التي تتناول إبداعه الفني وأدوات التعبير الجمالي عنده، وتكشف عن ملامح تجربته الإبداعية الطويلة والمميزة. وفي ختام هذه الكلمة أبارك لكل الفائزين وأهنئهم، وأشكر أعضاء لجنة التحكيم، وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.